نستهل جولتنا في قراءة أبرز عناوين الصحف الأسيوية الصادرة اليوم من الصين، حيث أبرزت صحيفة تشاينا ديلي أن أزيد من 20,000 من العاملين الصحيين من كافة أنحاء الصين وصلوا إلى شنغهاي يوم الاثنين للمساعدة في اختبارات وعلاج كوفيد-19. وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن تستكمل شنغهاي اختبارات كوفيد-19 لكافة سكانها في غضون 36 ساعة ابتداء من يوم الاثنين. وفي تايلاند كتبت صحيفة بانكوك بوست أن اتفاقا مهما لاقتناء غواصات قد يتم إلغاؤه إذا لم تتمكن الصين من تركيب المحركات المحددة في الاتفاقية. وكتبت الصحيفة أن الجنرال برايوت وزير الدفاع أوضح أنه إذا لم تتمكن الصين من احترام الاتفاق فسيتم إلغاء العقد، مضيفا أن أي إلغاء لن يؤثر على العلاقات الصينية التايلاندية. وفي كوريا الجنوبية أفادت The Korea Times أن ترشيح الرئيس المنتخب يونغ سونغ يول لهان دونغ سوك أول رئيس وزراء له أثار ردود فعل متباينة. وكتبت الصحيفة أن هان دونغ سو بيروقراطي مخضرم شغل عدة مناصب رئيسية خلال الإدارات السابقة، لكن البعض يعتقد أن كبر سنه لن يسمح له بأن يدفع باتجاه إجراء تغييرات في الإدارة المقبلة.